أعزائي المشاهدين والحضور الكرام، يا مرحبا وسهلا فيكم. يشرفني ويسعدني أن أكون متواجد معكم اليوم عشان أقدم لكم برنامج الجماهير. مستغربين شوية وين حسن حبيب؟ حسن حبيب من غير برنامج الجماهير، من غير وجوده ما يستوي. كلمنا قبل ما نطلع الهواء واعتذر، قال انه ما بيرومي، ولكن هل ممكن نجيب لكم اياه لايف على الهواء؟ بنشوف يصير ولا لا. كنا تابعين البرنامج، برنامج جدا جميل، ولكن حسن حبيب بنشوف هل ممكن يحضر او لا. طريقتنا الخاصة بالعاب الخفة مع معين البستكي. مثل ما تشوفون في ناس متذكرين الصندوق هذا بشخص موجود ويانا اليوم. صندوق فاضي 360 درجة. حسن حبيب كان معتذر، ولكن هل في مجال؟ هل ممكن؟ بنشوف. لو قدرنا نجيب حسن حبيب نبقى تصفيقة كبيرة لو حضر. معاكم حسن حبيب. معين حسن، اشكرك طبعا. معين مشاهدينا الكرام، انا اول مره في حياتي اتاخر عن تقديم برنامج، لكن الحمد لله ان بمعاونه صديقي معين اليوم قدرت اني اكون بينكم في هذا الحفل. اسمحوا لي ان اقول لكم مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين وحضورنا الكريم في هذه الحلقة الختامية من مسابقة ستار الجماهير. هذه الليلة اللي أردنا أن نكرم فيها كل من اجتهد طوال مدة المسابقة اللي تجاوزت الخمس أشهر. عشنا طبعا فيها أروع اللحظات وأجمل التجارب اللي استفاد منها كل متسابقين طوال مشواره في المسابقة اللي كانت باكورة طبعا الأفكار الجديدة اللي حرصنا على تطبيقها في برنامج الجماهير اللي يحتفل في هذه الليلة بختام 12 عام من العمل الدؤوب في مدرجات الملاعب، لتكون هذه الليلة مس ختام هذا الموسم بالنسبة لعشاق الملاعب ونبض الجماهير الرياضية وانتهاء
بفقرة القيادية، وكل هذه المراحل وجدت من أجل الوصول للمشجع المثالي اللي سيرتدي زي النجومية ليكون ملك الأضواء وستار الجماهير. زين، الآن لنعلن عن صاحب المركز الثالث معانا، وعلى أساس أن احنا يعني نعلن نتيجة صاحب المركز الثالث، أنا بدعو شاعر الوطن علي الخوار أنه يشاركنا اليوم في الإعلان عن صاحب المركز الثالث. يا هلا وسهلا، مرحبتين علي، كيف الحال؟ الحمد لله، شو أخبارك؟ شو الأخبار؟ كيف الحال؟ تمام؟ السلام عليكم. وين أوقف الحين أنا؟ حيرتني. كيفك؟ نتقدم شوي؟ كيف الحال؟ علي، أعتقد أن اليوم فريق عمل دبي الرياضية أعطاك البطاقة الخاصة بصاحب المركز الثالث. الآن إحنا نبغي نكشف للجمهور عن البطاقة الثالثة. أنا أشوف أن الثلاثة أعتبرهم الأول يعني بصراحة، وأهنيهم. وأتذكر المشوار، أول مشوار يمكن في الاستديو، والحمد لله تأهلوا، لكن للأسف أني بطاقة في البيت نسيت. نعم، بطاقة الثالث في البيت. لا، شكلك تمزح. صدق؟ كيف أنت توك الحين أعطينك البطاقة؟ لا، ما عندي بطاقة، نسيت الدور الثاني في البيت. البيت أنت كنت ساكن هني؟ زين، ترى هني يعني بيت. البيت هني غرفة. صدق أتكلم جد. صدق ماشي صدق والله؟ ما بندي فوق في الغرفة. تبغى سريبة؟ شو سير تيبها؟ يعني أنت لما تصير وهذا إحنا الجمهور هني شو نسوي فيه؟ بيبة بس خمس دقائق. أنا أقول ما شيء غير منو؟ منو الحين اللي بيبنا البطاقة غير معين؟ والله يعيننا. الله يعيننا على هون. معين؟ بوي كيف الحال؟ مرحبا بكم. بوي الموضوع عندك. موجود علي الخوار. يعني هذا مش وقته إنه يضيع البطاقة. والله مو مشكلة، إذا منا موجودين من. تبغى ترد البيت؟ أه؟ ولا في الفندق هو؟ في الفندق. بردك الفندق فوق. وين بتردين؟ الحين بردك. مستعدين؟ علي؟ حياك. أنا بك. الريال عندك الموضوع. الجمهور هذا اليوم مرة ثانية. الخوار ما في شيء ده وي اخوي نبى بعد مره بعد مره بس البطاقه مو بعدين صراحه لا بعد بطاقه موجوده نشوف البطاقه هاي البطاقه انت بروحك تكشفها اخليه يحول الفايز غير ما تقدر تغيره نشوف صاحب المركز الثالث نشوف مين معانا توجه للكاميرا طبعا ابارك لصاحب المركز الثالث الاخ خالد العبري خالد مبروك مشاهدينا الكرام يعني انا توترت مع توتر اعتقد جمهور المتسابقين فأكيد الجمهور اللي آزر حريز المنهالي واللي آزر أحمد الحوسني الآن لإعلان النتيجة اسمحوا لي أن أدعو الأستاذ راشد أميري مدير قناة دبي الرياضية والأستاذة مريم أفردي أيضا للحضور إلى المنصة أعتقد اليوم هذه اللحظة هم بيكونون مساهمين في إبراز اسمهم بمساعدة معين أنا الأستاذ راشد أميري قال لي أنا ما بطلع مع معين
تفضل استاذ راشد. تفضلي استاذة مريم. طبعا لا شو عندك؟ بس اسكندر وحدك. نحييك يا اخت مريم على تواجدك معنا. مطلوب منكم نعم مدير إدارة التسويق مريم أفردي طبعا نحييها وعلى تواجدها، ويمكن من أيام هي تولت هذا المنصب، فبالتالي مبارك لها ونحييها أيضا. الجمهور لازم يحييها. الآن مطلوب منك أستاذ راشد والأستاذة مريم كل واحد منكم يكتب اسم حريز المنهالي وأحمد الحوسني. أستاذ راشد لو سمحت تكتب لنا. تفضل يا أستاذة مريم اكتبي. في عندنا متسابقين اثنين، حريز المنهالي وأحمد الحوسني. اكتبي اسم واحد، اختاري. منشوف انت احساسك على منو في النص. عادة يتي على الطرف اشوف. ها؟ لا بالعربي. هاي يمكن ما تعرفين بالعربي. والله الخط حلو بعد. ها؟ حريز المنهالي. إذا أستاذة مريم أنت شكلك متوقعة. لحظة شوي أستاذ راشد مستعجل. أوكي. أحمد الحوسني. إذا حريز المنهالي وأحمد الحوسني واحد منهم. اللي يتوقع أن حريز المنهالي بيفوز أبغى أسمع صفقة شوي من الاستديو أشوف منو. اوكي اللي يتوقع احمد الحوسني، ها اشوف انا في جمهور اكبر لاحمد الحوسني شكله. ها احمد الان الحل عند معين. الان جماعه هذه اللحظه هي اللحظه الحاسمه، اللحظه اللي احنا بنتوج فيها بطل ونجم ستار الجماهير. الموضوع الان عندك، ويا ريت استاذ راشد تمسك استاذة مريم تمسكون لنعلن عن الفائز. لحظة لين ما اعطيكم الإشارة. في ها شو متوقع؟ ها ان شاء الله الاول. انت الاول حريز. اتوقع الاول. ها الاول نفسه. حط الميكروفون هني شوي. وين هني؟ القلب. قلبي صار. وين هني؟ قلبي صار. انا نسيت ولا انت اللي نسيت؟ ها بعدك مصر على الثانيه الاول. مو بالثانيه لا لا اللي ما غلط. سني من الحين سني بعد. مشاهدينا الكرام حان موعد اعلان الفائز بالسار الجماهير عند الاستاذ راشد عند الاستاذ معين. واحد اثنين. لحظه انتوا عدوا ويانا. واحد يلا قول. اثنين ثلاثة.